هنا ضرس. شلون تجرأت تسوي كذا؟ أقول لسداي قزز قز وأنت ما تدري. يا ربي بنجن، شلون تسمح لنفسك تلمسني؟ مو شغلك أصلاً. يناظرني ما يناظرني، أنت مو مسؤول عني ولك علاقة فيني، تفهم؟ والله ما لمست منس ولا شعرة، بس نزلت الطرحة. عمي يعمل عدو إن شاء الله، وجهي ولا وجهك، هذا أنت قاعد طالع فيني، وش تفرق؟ أنا طالع علشان أتكلم معس، بس هو نظراته حادة. ناس وقح وقليلة أدب أقسم بالله. شيل أقراضي ما دام. والله قدحت له يا عيال، كان ودي تطول الهوشة. والله أنت مشكلة. أنت خرب علي الزبون. قصدك خربت عليك القزقز اللي ما تستحي. حتى أنا ماني بشاري منك. ودي أنتفك. ما كان لها أي داعي للاجتهادات يا أبوي. وش دران إنها بتزعل؟ حسبتها بتقول لي شكراً. طيب كان جبت الأغراض معك، والله يا نفسي فطيرة الزعل. يا أبوي أنا عندي مبادئ. حسبني زيك ما همني إلا باطني. أحمد ربك إنها ما استقعدت وراحت تشتكيك. أقول وقف وقف بس. وقف. أهلاً وسهلاً حياك الله تفضل. أهلاً وسهلاً حياك الله تفضل. هذه لي؟ إيه؟ يعني عادي أدخل؟ إيه عادي. Thank you. دحين يا شباب وصلنا أول قسم، أنتوا ادخلوا وانبسطوا وتفرجوا وأنا بنظركم لين تخلصوا. يا أبوي إيش اللي تفرجوا؟ ندخل مع بعض رجل على رجلك. لازم؟ وش المشكلة أنك ما تدخل معنا؟ المكان هذا مو جوي. أقول بس امش، أنت اللي عزمنا وبالأخير تخرب الجو. يلا نعيش التجربة كلنا مع بعض. يا الله وش الفقر اليوم؟ اليوم فقر يا رجل. ادعموا زيدوا يا عيال، زيدوا كذا يا الله، انها الاموال، انها الاموال. هلا بي جوي وجوائي. استانست اموت بالتطبيق. عامر شوف ذاك يطالع فيك. يا الله يا الله. اي والله هو يا رجل، نفس الثوب ونفس الطاقيه. وش السالفة؟ يا شيخ الله يبرد سبدك، عجبتني يوم سحبت حجاب البنت وغطيتها علشان ما يتعمل فيها هذاك السافل عديم المروعة والقيم والمبادئ والأخلاق. وش دراك؟ شلون ما أدري؟ مقطعك ترند في كل مكان. أنت الحين صرت رمز الشهامة، رمز الرجولة. اللي أنت وش اسمك؟ عامر. لا أنت من اليوم اسمك الساتر عامر. الله يستر عليك دنيا وآخرة. الله يسلمك ويخليك. ترى عامر صديقي مرة. والنعم فيك وفيه يا رجل. وأنا خويهم. هذا خويكم؟ إيه خوينا. ليه؟ يا شيم ما اخترت. هذا من أعدائنا يا رجل، من أعدائنا الحسدة اللي ما خلى واحد بحاله. حسبي الله ونعم الوكيل. إيش بنا هو؟ والله إني حبيب، ترى مالي في المشاكل. معليش يا عامر خليه يطلع برا. ما قلت لك يا عامر استناكم برا؟ وأصلاً أنا اللي ما أتشرف أجلس معاكم هنا يا شحاتين يا تافهين يا حقون. كبسوا كبسوا يلا برا، روح صيح بالهاشتاك بتويتر. أنت بطل، أنت مثال للشاب الصالح، أنت الساتر عامر صاحب المبادئ والقيم. الله يكثر من أمثالك. أنت اليوم تستحق التكريم. اليوم بندخلك البث ونبيك تاخذ الأول طرق طرق. العموم اليوم كلنا ندعم عامر، واسمه من اليوم الساتر عامر. عامر 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 عامر, عامر.